صباح النور، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله يعدي نهاركم من اسعد الايام. اليوم رجعنا بالنشاط بتاعنا بعد الكسل اللي صابني. بالحق عندي نقوم مؤخر، نقوم على 11 نصف النهار، وما نقوم نحرك شويه في الدار، خاطر تعرف الدنيا كل معناها نايمه ومنظمه كل شيء، ما عندي حتى شيء من العرش. علاش اليوم قلت سعيد لازم ننقذ روحي، معناها كان مش نكمل في المنوال هذاك بحرت. قمت بكري وباش نبدا نركح البيت هذه، خاطر نقعد فيها ديما نركحها هي الاولى، نتهنى عليها هي الاولى، ومن بعد ندخلوا للدار وبنحضروا مع بعضنا قهوتنا وكل، وشوفوا معايا كيفاش باش يتعدى النهار، خاصة جماعة الروتينات اللي تحب الروتينات التشجيعية. نخمم الحوسة ترى الصباح هذا على الاخر، نظمها مع بعضنا ومن بعد نشوفوا شنو باش نعملوا اليوم. ريتو يا بنيتك الفراشيه اللي خرجتها لبرا للبركون، نسيتها جمله توا نعمل في المونتاج. مشيت نجري باش نشوف، انا لقيت رنخت بالمطر، خاطر المطر صبت ساعه تصلح شويه تصوير، على اساس معناها باش خرجتها لبرا وباش نكمل نسيق البركونه اللي على الشارع، وكي صبت المطر وليت قلت لوح عليا خلي يا من عاش خدوه خاطر باش نصيق وترجع الدنيا تتهلك. عاد نسيتك الفراشيه ذيك البرة، حالتها حليله راسي اللي باش نغسلها. كما شفتوا هزيت الجريري ولا المضارب، برشا عباد يقولوا لي نحب نشوفوا التفصيله نتاع البيت اللي قاعد كما قاعدين تشوفوا فيه كيفاش فصلتها لي. خيطتهم لي اخت حماتي هي خياطه، ما شاء الله عجبوني على الاخر، معناها ما يتحركوش من بلاصتهم، ديما مستويين وكل شيء الحقيقه يتهبل على الاخر، معناها الفصاله نتاعهم وسهله في تنحيتها وفي معناها باش نغسلها وكل بقدرة متاع ربي. يعني بعد رمضان هكاك نغسلهم على خاطر مازالوا جد، كما تعرفوا ما عنديش برشا ملي فرشتهم. كنت ناوي اني باش نخيط وحايد اخرين نبدل بيهم في الصيف، خاطر قماش متاعهم اكل فيلور لازم قماش اخر، معناها متاع صيافي بزهري، معناها كما قاعدين تشوفوا الدنيا مسكرة وكل، ان شاء الله ربي يفرج علينا الكل يا ربي. حبيت نبدل شوية في الديكور متاع البيت. ساعني اليوم كنت باش نمد المرقوم اللي حكيت لكم عليه المره اللي فاتت بزهري، معناها الطقس برد اليوم وصبت المطر واللي تخليت الزربيه ما بدلت شويه هيك ديكور. الحقيقه عجبني الديكور هذا، يمكن تشوفوا فيها صغيره كل، اما هيك تحسها كلنا ملمومين فرد بلاصه معناها، وتلقى سباس وين تقعد. كملت خرجت على بقية البيوت باش نعمل مسحة خفيفة، فما برشا عجاج ليامات هذية، هذاك علاش البيوت الكل عملت لهم كمسحة خفيفة ما غير ما هزيت الزراوي، معناها جوست هيك مسحان خفيف وتحس الدنيا كل حالة بالغبرة. وزيد مع اني عندي برشا ما مسحتش من وقتك التنظيفات اللي عملناها مع بعضنا، اكاهو كل شيء تلم.
بعد ما كملتك الدوره هذيك، الدوره هذيه معناها في الدار تاع كل يوم، كل يوم نعمل نفس الحاجات، جست المسحان ماهوش كل يوم، على خاطر كي تبدا ان هي كان ضيفه ولا بارده ما نسحقش اني باش معناها نمسحها وكل. وزيد لي مات اللي فاتت الكل نهبط لدار حماتي، ديما دار نظيفه كل، كان اليوم حبيت كان نمسحها كيما قلت لكم، كانت عجاج ومع البخل اللي صابني كل حبيت نعمل مسحه خفيفه. وبطبيعة البخور قال لي برشا، قالوا لي وين البخور عندك برشا ما بخرتش، راني مبخر الدار غير ما نصورش نقول كثرت لها، كثرت لها قناتي ديما فيه البخور يعجعج. كمل درت على البيوت الكل، فوحتهم شوية بالريحة متاع البخور، وباش ندخل نطيب الفطور. اليوم دبارتي سهلة على الاخر، عندي برشا ما طيبتهاش، ممكن هذه ثاني مرة نطيبها، هي بنينة اما كي نتخسر بالوقت ويبدأ المكونات عندي نولي نطيبها. مشيت تقعدت ودوشت للصغار وكل، زرب بيا الوقت، وليت باش نعمل هيك فطور سريع على الاخر. كما شفتوا خذيت فول معناها قديته وشقيته من الفوق باش يسعى يطيب، فول وحمص حطيتهم ما يغليو في مي وحدهم، مانيش باش نقلل اليوم خاطر قلت لكم مدبيه في ساعه في ساعه ما طيب الفطور. حطيت مغرفه كبيره طماطم معجونه، من بعد ما راهو الفول حطيته هكا بدي يطيب شويه، حطيت طماطم خاطر الطماطم والفلفل الاحمر ما يخليوش عمليه التطيب في ساعه، معناها ما يسرعوش التطيب، فهمتوا، يخليوها في عظمة تطيب في ربع ساعة تولي تطيب في أكثر وقت، هكا علاش عملتهم في المية كهو. من بعد حطيت هيك الجرينات فلفل المحشي عملتهم حماتي البارح، حطيتهم في الصوص مع فلفل أحمر، وحطيت عود وفلفل أكحل وملح كهو هذاك باش فواحت، وحطيت الزيت وقصيت شوية بصل دوبة شوية لخاطر فلفل المحشي معمول بالبصل، وعملت فيه الكبدة وعملت فيه اللي متاع العلوش. من بعد قصيت المقرونة وصبيتها تغلي في الصوص، هنا زدت شوية ملح خاطر ما حطيتوش من اللون، حبيت نشوف الفلفل ودو باش نحضر الطاولة متاعي باش نفطروا اليوم في بيت القعاد. احنا بريسك معناها ولينا نفطروا هني معناها في بيت القعاد، كي نبداو مثلا صايمين ولا حاجه نمشي لبيت الفطور، وانا هيك فطور الصباح في الكوجينه حصلوا هنا الواحد يبدلوا كهو مع الحصه ضايه، ماذا بينا البيوت الكل ندخلوا لهم باش نبدلوا شويه في الجو. وهذيك المقرونه بعد ما حضرت حصلوا ما شاء الله بدينا على الاخر، ان شاء الله هتجربوها وان شاء الله هتبارتي تعجبكم، حوجة سهلة وفي ساعة في ساعة ما تطيب. بالطبيعة الوصفة متاع الفلفل المحشي عملتها معاكم عندي كيك 3 جمعات عملناه، وهذه جرينات فلفل عملتهم زادة حماتي البارح باش تحضرهم الرمضان، معناها طيبون في رمضان القوم حاضرين. ما حبيش نشارك معاكم الوصفة على خاطر ديجا نحط لكم الفيديو في تعليق مثبت. وبالطبيعة بعد الفطور ديريك للكوزينة باش نغسل لك المعينات.
وأحلى شعور وأحلى فرحة وقت لك الحوض يبدأ فارغ، المعون شد بلاستو والحوض ما فيه حتى قطعة ما هيش نظيفة. توا بالحق نعمل جو على قيوتي، نعمل جو على ركشتي، وهكا نبدأ بالحق فرحانة على الأخر. معناها ما نبداش عندي حاجة في مخي لازم نعملها، ديجاني ما نركش وما نعمل قهوتي إلا ما تكون دنتي كل مقضية. مديت شوية فريز، عندي فاضلة شوية فريز باش نقصها، مرة نعملها سلاطة، مرة نعملها بتارت، كل مرة كيفاش حاصلو نعمل لك الفريز. اليوم قلت خلي نعملو سلاطة، قصيته وحضرت قيوتي، وهذه لوازم الركشة. ان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم، ان شاء الله تنشطوا معايا شوية. نحبكم برشا، وربي يخليكم لي، وربي يخليكم على كلامكم الحلو وتشجيعكم. ما شاء الله عليكم، محلاكم حتى انتم ومحل قلوبكم والله. كلام بالحق قديش ثم كلام يفرحني وكلام يضحكني على الاخر، ما شاء الله عليكم. الحصيله ربي يخليكم لي، هذاك شو نجم نقول. وان شاء الله نهاركم من اسعد الايام، وان شاء الله نهاركم زين. ما بقى لي كم باش نقول لكم بسلامه.